الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فمما يتميز به الإسلام عن غيره من الأديان وهو وجود آداب خاصة بالإسلام، خاصة به، آداب اجتماعية، آداب فردية، آداب أسرية، آداب في الحضر والسفر، آداب في اليقظة والنوم، آداب في الحياة الزوجية، آداب في دخول المسجد والخروج منه، آداب السوق، آداب الحوار، آداب الكلام، آداب آداب وآداب. قد ألف العلماء في آداب الإسلامية مؤلفات لا تعد. ومن ذلك الآداب آداب الضيافة أو آداب الضيافة والضيف. فالإسلام تميز بهذا النوع من الآداب، حيث تحدث بالتفصيل عن آداب الضيف وعن آداب الضيافة، منهما أشار إليه القرآن الكريم، ومنه ما تحدث عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه الآداب التي يعني الأخلاق، وتعلمون أن أول من ضيف الضيف هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو الذي سمانا بالمسلمين، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، وكذلك ابنه، ابن أخيه لوط، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. والله عز وجل تحدث عن إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، إلى آخر الآية. وسنقف مع بعض الجوانب منها والآداب التي تحتويها وتضمها هذه الآيات. وأكرمهم وأعظمهم، أعظم الناس في إكرام الضيف هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان سخيا كريما جوادا، لذلك لما نزل عليه الوحي فجاء يرجف فؤاده إلى أمنا خديجة وحكى وقص عليها ما رأى، فماذا قالت له؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف. فمن الصفات التي وصفت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تقري الضيف. ومن هنا يعلم أن الضيف أو أن الإكرام والسخاء يغطي على المعايب والمثالب والعيوب والمساوئ، بل ويدفع البلاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة تدفع 70 بابا من البلاء، المصائب تدفعها الصدقة. وتربى الصحابة على الإكرام، تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أثنى الله عليهم بكتابه فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصلة. والذين تبوأوا الدار
والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر إلى آخر الآية. تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا قمة في الكرم، وهو أن تؤثر غيرك على نفسك، أن تفضل غيرك على نفسك، لأن الكرم العادي المعروف أن يأكل معك الضيف، أن تكرم مما فضول عنك أي لك مال وتنفقه منه، وهذا المال الذي أنفقته لا يؤثر عليك في النفقة ولا فيما تملكه من مال. هذا يسمى الإكرام العادي، كرم الإنفاق العادي، الصدقة العادية. لكن أن تعطي لغيرك ما أنت بحاجة إليه، هذا يسمى ماذا؟ الإيثار. الإيثار مثلا لك قطعة خبز، فأنت جائع ورأيت مسكين وفقير وأعطيت له هذه القطعة وأنت ظللت على الجوع، فهذا يسمى الإيثار. الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة بمعنى حاجة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نحن في هذه الساعة لا نتحدث عن الحث على الإكرام، ولكن ما هي الآداب، آداب الإكرام؟ بعض الناس يظن أن إكرام الضيف هو أن تقدم له الطعام، أن تشبعه، وهذا خطأ. ليس معنى إكرام الضيف أن تأتي به وتشبعه الأكل والشرب، هذا جزء بسيط من الإكرام، وإلا في الإكرام باب واسع. تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما معنى إكرام الضيف؟ أولا أن ترحب به. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه وفد قال مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بكم، غير الندامة ولا خزايا، غير الخزايا ولا ندامة، ويبتسم في وجوههم. أنت في بعض الأحيان يأتيك الضيف وتدعوه إلى بيتك ولكن غضب وعدم الترحاب والترحيب به ولا تبتسم في وجهه، فهذا لا يسمى إكرام، لا يسمى إكرام، بل إساءة للضيف. فترحب به وتجلسه في مكان يليق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم. في بعض الأحيان الإنسان يدعو الناس إلى بيته ودون أن يحسب ولا أن يعد العدد الذي البيت الذي يستوعبه هذا العدد. مثلا البيت يستوعبه 50 وهو يدعو 70، فيدخل هذا يجلس هذا يجلس هذا، فيأتي الناس ويجلسهم في الباب، هذا لا ينبغي. فإكرام الضيف لابد أن تعد العدة وأن تحسب الحساب والعد والمكان الذي سيجلس فيه هذا الضيف. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من تواضعه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولكن لابد أن يوضع وأن يجلس في المكان الذي يستحقه ويناسبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس جلس وتصدر المجلس وجلس أصحابه حوله يلتفون حوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الضيف عدم استخدامه. ما معنى عدم استخدامه؟ شوفوا انظروا تأملوا العلماء
حينما تحدثوا في أدب الضيف تحدثوا عن كل ما هو إحسان في حق المزور أو الضيف. قالوا لا ينبغي استخدامه. ما معنى استخدامه؟ طلبوا منه الخدمة. مثلا تقول له خذ هذا الكأس أو ائتني بهذا الكوب أو اطفئ أو اشعل مثلا اشعل الضوء مثلا ولا اغلق الباب بلع الباب مثلا. فقالوا هذا من سوء الأدب مع الضيف، إلا إذا كان هذا الضيف صديق لك وصاحب لك وأقران. أما أن يكون ضيف وأنت تطلب منه خدمة فلا. قالوا من الأدب حتى أن الموائد طعام، طعام الذي تقدمه ينبغي أن تقدمه له ولا تقل له تقدم إلى الطعام. هذا من الأدب. من سوء الأدب تقول له تقدم إلى الطعام. هذا ما نراه نشاهده بعض الأحيان. نكون في شي مجلس، في شي مجلس وحتى العشاء يقول الغاش يديروا ستستا والدراري روحوا يا ودي روحوا ولينا كلشي دراري. حتى عنده الأدب، تفضلوا مرحبا بكم سيادية والناس وكذا، تقدموا ديروا ستات ماشي الدراري الغاشي. لا، ولا تقل له تقدم، بل أن تقدم له الطعام. تأملوا في الآية ماذا يقول الله عز وجل عن إبراهيم: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. فقربه، لم يقل الله عز وجل واقتربوا من الطعام، لا، فقربه إليهم بلطف وأداب وحنان وعطف. قال ألا تأكلون، ألا تأكلون، تفضلوا مرحبا بكم ألا تأكلون. ومن أداب الضيف كذلك أن يأكل من الطعام ولو لم يعجبه. بعض الأحيان الإنسان يكون مدعو ولا يأكل. إذا لا تريد أن تأكل ولم يعجبك الطعام أو أنه يضرك فلا تلبي الدعوة، لأن هذا سيحزن صاحب الدار، ما دعاك إلا لتأكل. لذا سيدنا إبراهيم لما رأى الملائكة لا يأكلون ماذا قال الله عنه؟ فأوجس منهم خيفة. إذن أنت لا تريد أن تأكل طعامي، يعني هناك أمر ما، إما أن الطعام لا يعجبك وإما أن تريد سوءا بي، أي لا تحبني. لأنك إذا أكلت طعامي وأكلت طعامك، بمعنى الناس بالدرجة كيقولوا شاركنا الملح، وكانت عند العرب معروفة سبحان الله، إلى كلا عندك الطعام أنه لن يغشك ولن يخدعك ولن يظلمك ولن يتكلم عنك بسوء ولن يغتابك أبدا، لأنك لا عندك الطعام صافي شركته الملح. حتى السراق كان، زوج السراق ذا اتفقا على أن يسرق، فتسلق جدار ودخلوا واحد الدار فيبحثون عما يسرقون يسرقانه من البيت، وجد كيسا أحدهما أدخل أصبعه يده في الكيس لعله طحين لعله دقيق، فوجد فأخذ شيئا منه فوضعه في فمه فوجده ملحا، فقال لصاحبه أخرج. قال له مالك؟ قال ليش نخرجوا؟ لماذا نخرج؟ قال له شركنا معهم الملح، ما نقدرش نسرقوهم. هذا سارق، قال له شركنا معهم الملح، أكلتوا الملح ديالهم ما نقدرش نسرقهم، فخرج من البيت. ولذلك من آداب الضيف أنك إذا كنت ضيفا عند أحد فلا ينبغي ومن سوء الأدب أن تتحدث عما أكلته أو شربته أو رأيته في بيت الذي استضافك. تقول شرني كليت عند فلان، كنت عند فلان طعم كذا أناقص منه، لا يجوز، لا ينبغي، هذا من سوء الأدب ومن قلة الأدب. حتى ولو شربت الشاي والخبزة فتقول الحمد لله أكرمني أكرمه الله، هذا من الشهامة، من الشهامة. كذلك من الآداب هذا فيما يتعلق بالضيف أن يأتي في الموعد المحدد
مثلا صاحب الدار يقول لك بعد العشاء مباشرة فأتي مباشرة لا تتأخر. وإذا أكل الإنسان كذلك عليه أن ينتظر إذن صاحب الدار للخروج، لأن الدخول والخروج بإذنه. وحينما يدخل الإنسان البيت يطأطئ رأسه ويجلس في المكان الذي يأمره به صاحب الدار، وأن لا يجلس مقابل الباب حتى لا يرى ما لا يحسن رؤيته، أن لا يجلس. ولذلك يقولون أن شخصا كلما استضاف ضيفا إلا وغضب في وجهه أو ضربه أو أخرجه من بيته، فأحدهم قال لابد أن أجرب، علاش هذا الدبز يتخاصم مع الضيف ديالو؟ لماذا؟ وذهب إليه قالوا أريد أن أكون ضيفا عندك، قال مرحبا، فأدخله البيت. ولما أدخله البيت قال اجلس هنا، فجلس وأكل وشرب وخرج. قال بربك أريد أن أسألك، قال ما؟ قال يقولون أنك تغضب وتسب وربما تطرد ضيوفك، وأنا لماذا لم تطرد ولم تفعل معي ما يسوء؟ قال لم تقم بما أغضب به عليك أو أطردك به. قالوا كيف؟ قالوا يأتيني الضيف فأقول له اجلس هنا، أخرج فأجده قد جلس في مكان آخر، ها واحدة، أقدم له الطعام فيقول لا يعجبني. فهذا يعني سبب من الأسباب الذي يجعل صاحب الدار أنه يغضب. ولذلك انظروا حتى في الصلاة، وهذا مما يغيب عنه الناس، مثلا كنا ضيوف عند شخص، السنة أن نصلي في المسجد، لكن إذا صلينا في بيت صاحب الدار من سيصلي؟ أولا صاحب الدار هو الذي يأم الناس، إلا إذا أعطى الإذن لأحد الضيوف أن يصلي بهم. قالوا وإذا كانت امرأة، صاحبة الدار هي امرأة جاءوا لها الضيوف ولكن امرأة، قالوا لا بد أن تستشار، يمشي عندها يقول لها شكون اللي غادي يصلي، لأن قائد وأمير البيت صاحب الدار، فلا يؤم إلا بإذنه فيه، ولا يتصدر المجلس فيه إلا بإذنه. فهذه هي آداب الضيف، بعض من آداب الضيف، وإلا آداب كبيرة. الهدف كله من هذه الآداب وهو أن يتمثل المسلم الإسلام في أكله، شربه، جلوسه، معاملاته، حواره، كلامه، ليتمثل الإسلام. لأنك إذا مثلت الإسلام دعوت إليه دون أن تدعو إليه باللسان، مجرد كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تلبس، كيف تحاور، كيف كل هذا، يقول من أين أتيت بهذه الأداب؟ يقول لك من الإسلام، من الإسلام. إذا كانت من هذه من الإسلام فأنا أحب الإسلام، وأنصر الله عز وجل أن يجعلنا من متأدبين بأداب الإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام، قائمين، قاعدين، حاضرين، مسافرين. اللهم اجعل الإسلام وقائدنا إلى الخير. اللهم ألزمنا كتابك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم.